ليس كل هذا أسلوب الدعوة ولا أسلوب الإصلاح، إثارة وبلبلة وتهييج للشباب. هذا ما قلته، وما قلته قبل هو الذي أقوله الآن وبعد الآن. الذي يرد ويناقش هو الشيخ، الشيخ لا يزال بحمد الله حي. فننصح طلابنا بعدم التدخل فيما بين طلبة العلم وبين المشايخ. إن خطأ شيخ شيخا فليكن الرد من الشيخ. وأنت لماذا تتعب نفسك؟ ماذا تستفيد من التدخل بين المشايخ؟ إنما تقع في الغيبة والطعن في العلماء وفي طلاب العلم، ما استفدت شيئا بل خسرت. لذلك ننصح شبابنا أن يبتعدوا من هذا الموقف وهو غير لائق بهم.